طيب طيب في كثير أسئلة، بس أبغى عن الحب يا جماعة، نبغى نتكلم عن الحب. الحب يقولك أرسل زجاجة من الأمنيات، ما فهمت هذه. ليكون مطلوب مني أحقق أمنيات. ثانك يو لولا حبيبتي. طيب الله، هل تؤمنين بالحب من أول نظرة؟ لا لا لا. شكرا جزيلا. لا، ما في حب من أول نظرة، ما في، هذا خرابيط. الحب من أول نظرة هو حالة إعجاب، إنه أوه واو، حالة إعجاب، هي قصة إعجاب، لكن برضو في نفس الوقت، الله، بنفس الوقت من المهم إن ندرك إنه الأرواح تعرف بعضها وتتآلف. الله الله، الأرواح تعرف بعضها وتتآلف، يعني لما تشوف شخص وروحك تعرف روحه، مو الجسد، مو الحالة المادية، الروح، تعرف الروح، يعرفون بعضه، وبالتالي يرتاحون لبعض، تحس إنه هذا الإنسان جيد ومناسب. شكرا جزيلا. وتعرفون حديث الرسول، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تخالف منها اختلف، يعني تلقائيا احنا نعرف الأرواح اللي نعرفها، والأرواح اللي نستنكرها ما تناسبنا. شكرا جزيلا. أمطار الحب، أمطار الحب يقول لك. الله. طيب أشعر أنه لا أحد يستحقني. أو واو، والله كبيرة السالفة. لا أحد يستحقني، كبير الموضوع هذا، يعني ما فيه ولا رجل جيد. لا صراحة، يعني هذا تطرف، ما ور ولا شوفي، ممكن اللي حولك ناس تعبانين ورديئين ويعني رجال يعني مضروبين، بس لا، فيه رجال كويسين، في رجال صادقين، في رجال محبين، في رجال رائعين، في رجال حلوين، يعني وفي رجال يعني جيدين، أجود منك بمراحل، ممكن يعني ممكن حتى يعني لما تشوفينهم تقولين واو والله هذه طاقته مرة كبيرة علي. فبليز، يعني انتي ترى عالقة في منطقة كثير موحشة، يعني أكيد عندك مجموعة رجال تعبانين وقررتي هذا القرار، فأرجوك يعني وسعي الأفق شوية، يعني وسعي الدائرة اللي أنت قاعدة فيها، يعني وسعي الدائرة، ما أدري دائرة عائلتك، دائرة المكان اللي أنت فيه، دائرة ما أدري الجنسية اللي أنت تنتمين لها، فيه العالم مليان رجال جيدين. أشعر بالعار من لوني ولون ولدي. من المحتمل أنه في أحد أشعرك بالعار، من المحتمل أنه في شخص رديء علق على لونك، أو علق على لون ولدك، أو في الغالب في الطفولة يمكن تعرضتي لهالموقف، قد يكون في المدرسة، قد يكون من أحد مهم أو كبير في العمر أعطاك هذا التعليق الرديء. أرجو أنك أنت تنظفين هذا الشعور، وأرجو وبشدة أنك ما تنقلين هذا الشعور لولدك، لأنه حان الوقت أنك تكسرين سلسلة الكارما الآن، أنت كونك أم وعندك ولد، الآن حان الوقت أنك تكسرين هذه السلسلة. وش لونك هذا اللي يجيب العار؟ وش هذا اللون اللي سبب لك العار؟ وشو؟ شكرا جزيلا.
يعني أبيض بزيادة، في ناس يحبون أبيض بزيادة، أسود بزيادة، في ناس تحب أسود بزيادة، أسود بزيادة. يعني وش اللون هذا اللي يعني وش اللون اللي يعني كل لون وعنده ناس يحبونه، كل لون وفي ناس تفضل هذا اللون. الناس أذواق ووجهات نظر وآراء، لذلك على فكرة ما تستطيعين يعني حتى لو مثلا خلينا نقول كنتي بيضة جدا وقلتي والله أبغى أكون سودة، في ناس ما راح يعجبها الوضع، أو كنتي سودة جدا في ناس ما راح يعجبها الوضع. لذلك إحنا يعني إذا إحنا بنحط آذاننا ونسمع وجهات نظر الناس في لوننا، في شعرنا، في شكلنا، في عيوننا، في أنفنا، في يدينا، في رجلنا، والله ما تنتهي الدنيا ولا تنتهي السالفة ولا تنتهي الفوضى المشاعرية اللي جواتك، لن تنتهي. آه شكرا جزيلا. لن تنتهي الفوضى المشاعرية إذا أنت حطيت إذنك للناس. الناس مرتبكين مشاعريا وعندهم فوضى ما لها أول ولا آخر. ذلك أحب أقولك ترى لونك زين، أنا ما أدري شلونك بس أيا كان، أحمر، أصفر، أسود، بني، أيا كان، واحد من ألوان البشر، لونك زين وفي ناس تحب هذا اللون. ما أقولها يعني أجاملك أو إني يعني لا، فعلا حقيقة كل لون في ناس تحب هذا اللون، تنسجم مع هذا اللون، تشوف إن هذا اللون هو أحسن لون، وتشوف إن هذا اللون هو اللي يعبر عن الجمال، هو اللي يعبر عن الشيء الرائع والمميز. شكرا جزيلا. فيعني لازم يكون عندك شوية من الإدراك الوعي لحالة خيارات الناس، وإنه مهما كان لونك ترى راح تكون في تعليقات سلبية وفي وجهة نظر ضد كل الألوان، في وجهة نظر ضدها، كل الألوان في وجهة نظر ضدها. لكن المهم إنك تنظفين هذا العار اللي جواتك، وما أبغى هذا العار ينتقل لابنك حتى ولو شعوريا، إنه تشعرين إنه الناس يعني، أو إنه تسمحين إنه أحد يشعرك وتنتقلين هذا الشعور لابنك والعار، حان الوقت إنك توقفين هذا الشيء. موجود عندنا كورس الثقة بالنفس، هذا يعالج شعور العار، موجود في الموقع الثقة بالنفس، أقترح عليك إنك تحضرين، راح يساعدك إنك أنت تتحررين من 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 هذا الشعور. وبإمكانك الآن إنك أنت تشوفين الأشخاص اللي نفس لونك واللي يحبون أنفسهم مع وجود هذا اللون. شوفي ما دوري في السوشيال ميديا، ابحثي في جوجل، شوفي الناس اللي يحملون نفس اللون وهم يحبون هذا اللون ومنسجمين معه. خذي صورهم حطيها عندك، اقرأي تفاصيل حياتهم إذا كانوا تكلموا عن هذا الموضوع. بعض الناس عندهم قصص أيضا، اسمعي هذه القصص. Thank you. طيب تقول لك لما أشوف الله، لما أشوف صور صديقتي مع خطيبها أضايق. ليه؟ أحد الاحتمالات إنه أنتي ما تنسجمين مع طاقة الحب. يعني لما تسمعين سالفة حب أو قصة حب أو صورة حب أو معنى من معاني الحب تتلخبطين، يلخبطك طاقة الحب، تلخبطك، تحسين إنه يعني تحسين إنك تدخلين في حالة من الفوضى المشاعرية إذا عرفتي أو اقتربتي من الحب. وهذا خطر طبعا. Thank you. هذا خطر إنه إحنا نحس إنه اقترابنا من الحب خطر، إنه إذا قربنا للحب حنا خطر. هذا احتمال، وأتمنى إنه ما يكون هذا الاحتمال، أتمنى. الاحتمال الثاني إنه إنك عندك حالة غيرة إنه أنا أغار من صديقتي لأنه هي انخطبت ويبدو أنها تعيش قصة حب، وأنا ما صار لي هذا الشيء، ما أدري بتزوج، ما راح أتزوج، ما راح أنخطب، بيصير عندي حبيب، ما راح يصير عندي حبيب. بتالي حالة غيرة، وحالة الغيرة بالنسبة لي أحسن، كون أنك تغارين أحسن من أنه أنت أنك تكونين ترتبكين من موضوع الحب، لأن هذاك موضوع مرة كبير، مرة كبير. هذا موضوع أهون، هذا موضوع على المستوى المشاعر، هذاك على المستوى الطاقي. تاي على مستوى المشاعر معناها أنا عندي خوف، مدام أنا أغار فمعناها عندي خوف، الخوف هذا يحتاج لمعالجة. ليلي بعض الناس مثلا لما فلان يفوز وأنا ما فزت أرتبك، لما فلانة تأخذ هدية وأنا ما أخذ أرتبك،
لما فلان ياخذ فلوس وانا ما اخذ ارتبك. تالي هو غيره، لكن في العمق هو خوف، انه انا خايف على مكاني، على منصبي، على موقعي من الإعراب، على تحقق هدف لي، على حصول عدم حصولي على شيء. فمهم إني أنا أبدأ أشتغل على موضوع تنظيف الخوف، ويعني وقد يكون مرات يكون القصة قادمة من الطفولة، مرات يكون يعني مرات الأم أو الأب أو المدرسة ربتنا بطريقة أنه إحنا نرتبك، أوه فلانة أخذت الجائزة، آه يا الله فاتت علينا الجائزة، راحت علينا. تنينشأ من الطفولة عند الشخص هالشعور الغير المربك، فيحتاج تنظيف الطفولة أو تشتغلين على موضوع الخوف. عندنا كورس الخوف موجود في الموقع، تقدرين تشتغلين عليه. طيب يا جماعة، مرة انبسطت، عندنا 669 لايك. شكرا جزيلا، انبسطت معاكم اليوم كثير. ان شاء الله نرجع لكم مرة اخرى هذا الشهر. ما زلنا نبغى نتكلم عن طاقة الانوثة والذكورة، موضوع حب الذات كثير مهم في موضوع الانوثة، بس على الاقل نبدأ شوي شوي فيه. لانه حب جنسك سواء كنت ذكر او انثى مهم في حب الذات. الأشخاص اللي ما يحبون الجنس اللي ولدوا فيه، ما يحبون الجسد اللي ولدوا فيه، كثير يتورطون، يدخلون في فوضى مشاعرية كثير، ومرات تتطور فوضى فكرية، ومرات يروحون ويشتغلون يخربشون في أنفسهم فتصير أيضا فوضى مادية. فمهم أنك أنت تحب هذا الجسد، تحب هذه الطاقة اللي أنت مولود فيها، تحب هذا الاختيار اللي انت مولود فيه، تحب انوثتك، تحبين انوثتك او تحب ذكورتك. هذا جزء من حب الذات اللي نبغى نوصل له اليوم. طيب يا جماعة، لا تنسون نيتنا لهذا الشهر، اللي ما حط النية يحط النية، بليز حط النية وشوفوا ايش يصير نهاية الشهر. توازن الذكورة والانوثة، اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، اللي ما حط خلفية الجوال يحط خلفية الجوال، اللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم. وبرضو عندنا 7 كورسات موجودة على الموقع sumaya369.net. عندنا دايزي الوعي الزواجي، سلستيا الوعي الأنثوي، عندنا جلسة الطلاق للأشخاص اللي مقبلين على الطلاق وما هم عارفين سواء رجال أو نساء، شكرا جزيلا تهاني. وعندنا جلسة التعلق إذا كنت متعلق بشيء أو متعلق بشخص وتبغى تنفصل عن هذه الطاقة. عندنا أيضا الحياة السرية للرجل، الأشياء اللي ما يبغون يقولونها الرجال قلتها لكم قلتها لكم، بس كلها مفيدة، كلها يعني في إطار مفيد. وبرضو عندنا الخيانة، إذا كنتي تعرضتي للخيانة راح تساعدك في ترتيب أفكارك أو حالتك المشاعرية. وعندنا الغواية، طبعا الخيانة والغواية سويتهم بالاشتراك مع الدكتورة فوزية الدريع، الكورس الخيانة وكورس الغواية بالاشتراك مع الدكتورة فوزية الدريع. يا جماعة، أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا، شكرا للايكات والقلوب والكلام الجميل، تصبحون على حب، أشوفكم بخير.